أنا أقول تأويل رئيس الجمهورية بأن الدولة مدنية لا علاقة لها بالقرآن والدين، هذا تأويل، وهذا التأويل لا نوافقه. إننا حريصون على النأي بالدين عن المعارك السياسية. النهضة لم ولن تفصل بين الدين والسياسة، ولن تكون حركة علمانية. نريد دولة تلتزم بالقانون والدستور وتحمي الحريات. ما ثماش ممثل، ما ثماش ناطق رسمي باسم القرآن. الأستاذ راشد الغنوشي بربطة العنق تبدلت برشا حاجات من عام. أستاذ راشد كل حال الدنيا تتبدل،